ذكرت صحيفه واشنطن بوست ان الولايات المتحده والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين حكومة الاحتلال الاسرائيلي وفلسطين، تتضمن جدولا زمنيا ثابتا لاقامة الدولة الفلسطينية. وقالت الصحيفة الامريكية ان مفتاح الخطة واعلانها سيكون التوصل الى وقف اطلاق نار مبدئي بين جيش الاحتلال وحماس، وخلال فترة التوقف تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الاولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية. مؤقته ومحاوله حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوه واوضح التقرير ان اداره بايدن حذرت اسرائيل من عواقب وخيمه اذا هاجمت رفح الفلسطينيه مشيره الى ان مفتاح خطه السلام يتمثل في اتمام صفقه تبادل الاسرى والمحتجزين